مشاهدينا الكرام، جولة إخبارية جديدة من البوابة نيوز، أهلا بكم. ونبدأها بأهم الأخبار المحلية والعربية. نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على اتفاقية قرض بعشرة ملايين دولار أمريكي بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل إضافي لمشروع مكافحة أنفلونزا الطيور. كما وافق الرئيس السيسي على اتفاق قرض بشراء 13 قاطرة لخط المترو الثاني لمترو الأنفاق والموقع بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار. صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأنه تم بدء إسناد الأعمال لست شركات مقاولات مصرية كبرى لتنفيذ منطقة بطابع الإسكندرية القديمة على طراز المدن الكلاسيكية تحت مسمى الحي اللاتيني بمدينة العالمين الجديدة بمساحة نحو 450 فدان. كشف قطاع الأمن العام بمديرية أمن الدقهلية تفاصيل واقعة اختطاف طفلين بالدقهلية والعثور على جثتيهما بمياه النيل بفارسكور بدمياط، بعد أن أدلى الأب باعترافات تفصيلية عن كيفية ارتكابه الحادث. وتمكن فريق البحث من ضبط الأب، وبمواجهته بما توصلت إليه من معلومات تبين أنه مرتكب الحادث وعلل ارتكابه الواقعة لسوء علاقته بزوجته واتهامها الدائم له بعدم تحمل مسؤولية تربيتهما. أعلن التحالف العربي في اليمن إصدار تصاريح الدخول لسفينتين إلى ميناء الحديدة، وقال التحالف إن السفينتين تم توجيههما لمنطقة الانتظار بعد اتصالهما بقوات البحرية للتحالف حسب آلية التحقق والتفتيش. أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق في العمليات الاستيطانية الاستعمارية بالأراضي الفلسطينية، واعتبرت الوزارة أن التصعيد الاستيطاني الحالي غير المسبوق الذي بدأ بوتيرة سريعة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة يترجم بشكل فاضح تفاصيل ما تسمى بصفقة القرن ويغلق الباب نهائيا على أي فرصة لتحقيق السلام. توفي السناتور الجمهوري جون ماكين أمس عن عمر يناهز 81 عاما عقب صراع مع مرض السرطان بالمخ. ويعتبر ماكين واحدا من أكثر السياسيين الأمريكيين نفوذا، وقد دافع باستمرار عن سياسة خارجية صارمة بما في ذلك فرض عقوبات ضد روسيا. ورياضيا، قامت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بالتدخل لحل أزمة تجميد النشاط الرياضي لنادي الزمالك، ووجه الوزير الشكر على استجابة النادي الفورية لهذا التدخل لما فيه الصالح العام للرياضة المصرية. وأخيراً، تعاقدت شبكة تلفزيون النهار مع الإعلامية عمرو الليثي رئيساً للشبكة، ويبدأ مهام عمله من أول سبتمبر، وكذلك يبدأ بتقديم برنامج أسبوعي على شاشة النهار. للمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا www.البوابة نيوز.com. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.